بنات شباب الاثني والسلام عليكم. أغضبت أغنية الفنان الجزائري الشاب خالد الجديدة لدعم المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا الجماهير الجزائرية. هذا وجرت أغنية خالد مروكو فوريفر عليه الكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من مواطنيه الجزائريين، حيث اعتبرت أن إطلاق أغنية لدعم المنتخب المغربي في كأس إفريقيا إقصاء لمنتخب بلاده المشارك في نفس النسخة المقامة حاليا بمصر. واتفقت الجماهير الجزائرية على أن خالد أخطأ من جديد بموالاته للمغرب على حساب الجزائر، مؤكدة أن خالد يفتقد للروح الوطنية ولا يمثل إلا نفسه، في حين قال آخرون إن الفنان العالمي باع نفسه للمغرب. يشار إلى أن الأغنية الجديدة لخالد حصدت لحدود الأسبوع الجاري زيادة من 390 ألف مشاهدة، وتدعم تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس إفريقيا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. إلى اللقاء.